اختي لاختي لعنك ما اختي لاختي لعنك 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 اختي. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم بخير؟ كل شيء هو هذاك. والله العظيم الا توحشتكم بزاف، حتى انا بزاف بزاف بزاف. البنات اللي توحشوني والبنات اللي كيسولوا فيا، راهم كيسولوا فيا في الانستغرام. البنات اللي ما عندهمش انستغرام كيسولوا فيا هنايا، سبحان الله فيما كندخل البلاصه ديال التعاليق، دخل استوديو يوتيوب كنشوف التعاليق وكنشوف كنلقى ما شاء الله الناس كيسولوا فيا. هذه راه كتبت يلا من دابا ساعه، هذه كتبت من دابا نص ساعه. ما شاء الله تبارك الله عليكم كبيداتي، ما شاء الله والله العظيم الا فرحتوني وشجعتوني اختي باش نعطيكم ان شاء الله الجديد. كبيدات ديالي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقول لكم علاش كنت غايبه، علاش غبت اختي. واحد الغيبه ان شاء الله اللي غتعجبكم، ونتمنى ان شاء الله حتى نتوما تشدوا الطريق اللي شديت ان شاء الله بحول الله. المهم ماشي نجلس لي ها لحقاش رجلي يوجعوني اختي بالوقف، وسمحوا لي بعدا على الكسوه. راه كنت كسوه تاع التمشيه، كنتمشى كندي ولدي يقرا وكنتمشى، جيت داخله قلت ندير لحباباتي فيديو سينو ما غنديرش عاوتاني كالعاده. المهم الكبيدات كما شفتوا في العنوان من الحمارة للطيارة، حاشاكم راه فريمون من الحمارة للطيارة. كما كنتوا كتعرفوا من قبل، صراحة هذا الفيديو هذا غادي يهمكم بزاف بزاف بزاف، وراه غادي يزيد بحياتكم القدام حتى نتوما، وغتبدلوا مليون درجة. الوغ البنات، كما شفتوني انا من قبل كنت خدامة الخدمة ديال الشوارف، ياك الخدمة ديال الشوارف شحال الخلطة ديالها؟ الخلطة ديالها 600 اورو، 700، 1000، 1100، 500 اورو، 200 اورو، 150 اورو على حسب السوايع، لان ما عندكش السوايع نيشان، تقدر تموت لك شي شارفه السوايع نقصوا، تقدر شي شارفه مثلا تمشي غير للضيف عند ولدها اولا تمرض اولا تقول لك ما تجيش اولا هما السوايع نقصوا، يعني ما عندكش واحد الخلصه اللي فيخه، يعني واحد الخلصه اللي ثابته كما كنقولوا. الوغ صراحه انا عيت نشوف، انا داري ما شاء الله داري مي كنخلص طريطه 410 اورو، زيد عليها الماء، زيد عليها الويفي، زيد عليها الضو، زيد عليها المصروف ما شاء الله كنصرف 190 200 اورو في السيمانه ديال المصروف. راه كنشارك معكم التقضيه اللي كانت غدا في التيك توك، كنخلي لكم التيك توك ديالي لتحت. يعني انا صراحه كنبغي نصرف على راسي، كنبغي ناكل، كنبغي نشرب، كنبغي نلبس. ما شاء الله دابا عاوتاني راه معايا ولدي، يعني ديك 600 اورو ولا 700 ولا 1000 كاع ما غتقدنيش. الوغ شنو فكرت ندير؟ فكرت انني نخدم واحد الخدمه نبيع ونشري، نبيع ونشري في داري. الوغ هذا هو السبب اللي خلاني غبت عليكم. هذا البيع والشراء بحالاش داير البنات؟ داير بحال الشكل ديال امازون، بحال الشكل ديال اليكسبريس، غادي نقول لكم المواقع اللي معروفين، بحال الشكل ديال اليكسبريس، بحال الشكل ديال شين، بحال الشكل. كيفاش؟ شنو بغيت نقصد لكم؟ كيكون عندك واحد السيت، واحد البوتيك ديالك، هذاك البوتيك كتعطيه لك الشركه مستوكي عامر بالسلعه، ونتي كتخدمي فيه، نتي كتبيعي وتشري مع 28 دوله اوروبيه. ان شاء الله في شهر 2 ولا شهر 3 غندخلوا معنا المغرب العربي، المغرب، الجزائر، تونس، وزيد وزيد، وفي شهر يمكن 4 ولا 5 ولا شهر 6 ان شاء الله غيدخل معنا الخليج، الخليج العربي، دبي، الامارات، المهم وزيد وزيد. الوغ هنايا، هنايا فين مشيت البنات؟ هنايا فين داني الهوا، داني الهوا فين صاصات الليل؟ كنت كنخدم على واحد النيفو، داك النيفو اللي كنت كنخدم عليه الخلصه ديالو من 2000 اورو للفوق. الوغ داكشي علاش ركزت مع هاد الهدف، لانني انا واحد الانسانه ما عنديش احلام، ما كنحلمش، كننفذ، كندير واحد الحاجه كنقول نورا شنو خاصك في الحياه ديالك، نورا خاصك ديري واحد الهدف وتخدمي عليه، واحد الهدف خاصك، شنو خاصك نورا؟ مثلا دخلت هاد الخدمه هادي، هاد الخدمه هادي كتطلعي فيها مديره، مديره الخلصه ديالها 500 اورو الفوق او 400 اورو الفوق. من بعد كتطلعي مديره متميزه، مديره متميزه من 600 700 اورو الفوق، كتطلعي بارتنر، بارتنر الخلصه ديالها 2000 اورو الفوق. الوغ انايا صراحه خدمت على هذاك البارتنر، لان كي كتكوني بارتنر كيكون عندك بزاف ديال الحوايج، كتكون عندك خلصه طالعه، كيكون عندك سفر، يعني الحق في السفر، عندنا ما شاء الله كل 3 شهور فواياج ان شاء الله، غادي تشوفوني في الفواياج ديال شهر 1 ان شاء الله الا كتب، ولا شهر 2 باقي ما قررناش فوقاش غادي الشركه، باقي ما قراتوش فوقاش غادي ديروا لنا. الوغ يعني هنايا فين كنت غابره البنات، وفريمون هاد الناس هادو 10 شهور وانايا معاهم، مشيت مع هاد الناس غير الخير والاحسان، عجبتني الخدمه معاهم، خدامه بحالي بحال اي وحده. انا صاحب الشركه ما هو با، ما هو اخويا، ما هو عمي، ما هو حتى شي واحد، واحد السيد اللي دار واحد الشركه في اوروبا خدم فيها المطلقات، الارملات اللي عندهم مشكل ديال الفولار، كتلقى مشكل في، يعني كيقول لها الشاف حيدي الفولار عاد اجي خدمي، يعني العيالات اللي مرض
ما يقدوش يخدموا على برا ولا يهزوا الثقل. العيالات اللي عندهم وليداتهم كما كتشوفوا القانون اللي خرج واحد القانون خرج غنهضر لكم عليه غدا في اسبانيا على الوليدات ديالنا. الو يعني حنا راه معرضين للخطر، يعني حنا ولادنا هنايا في اوروبا راه ماشي ولادنا، ولاد الدوله هذه يعني راه معروفه من بكري. الو البنات هنايا فيكم تغابر عليكم الكبيدات، ولكن في الانستغرام راه معاكم 24 ساعه 24 ساعه. خليوا لي في التعليق شنو تبدل فيا البنات اللي ما شافونيش هذه شهرين شنو تبدل فيا، شنو زدت نقصت ماني ضعفيت مانيش عارفه اختي. المهم انا راني هي انا، ما تبدل فيا حتى شي حاجه فريمون، تبدلت شويه زدت القدام في حياتي، بدلت الخدمه ديالي من من حسن اللي احسن من الاحسن الحمد لله. خدامه من الدار ديالي، كنفيق الصباح نشارك معكم اليوميات ديالي انا ولدي، اليوميات ديال الخدمه ديالي كيفاش كنخدم، البنات اللي معايا كيفاش خدامين. غير حاولوا ما امكن تكونوا معايا اكتيف ان شاء الله في الانستغرام وحتى في ستوريات هنايا في اليوتيوب. الو البنات هادشي اللي كاين، بغيت ندير لكم هذا الفيديو خفيف ظريف باش نطمنكم عليا، نقول لكم راني بخير وها شنو كاين. الشروط ديال الخدمه في هذه الشركه هي انك تكوني مقيمه هنايا في اوروبا، عندك الوريقات ديالك، وتكون عندك من 18 عام للفوق. اللغه ماشي مهمه، اللغه ماشي ضروريه. الا عندك مساعده ديال الدوله تقدري تخدمي معنا، عندك سوماج تقدري تخدمي معنا. هادشي اللي نقدر نقول لكم البنات. الخدمه ديالنا زوينه، الخدمه ديالنا سهله، كنبيعوا فواحد السلعه اللي زوينه وغزاله وكتمشى بزاف، الثمن ديالها مناسب بزاف. السلعه ما كتجيناش للدار، الشركه هي اللي كتكلف بالكليان. الوغ حنا الخدمه ديالنا تي الخدمه ديالك، وهي انك تبيعي وتشري والكليان بوحدو يمشي يتقدى داكشي اللي بغا. اي فوالا هادشي اللي كاين الكبيده ديالي. خلي لكم الرقم ديال التليفون ديالي لتحت اللي بغات تواصل معايا. وبغيت نقول لكم بلي حتى انا توحشتكم بزاف، وبلي نوعدكم بلي ما غاديش نعاود نغيب عليكم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. ايوا الكبيدات هادشي اللي كاين، وخليت لكم الراحه الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.